من الطبيعي أن تحول وسائل الإعلام التونسية اهتمامها أخيرا صوب الاشتباكات الواقعة في العاصمة الليبية طرابلس في ظل تصاعد وتيرة الصراع بين الأطراف المتنازعة، إذ تمثل تونس خلفية رئيسة لاجتماعات مختلف مكونات الطيف السياسي الليبي وتربطها علاقات بجارتها تتجاوز حدود الجغرافيا. إعلاميون في تونس يرون أن صحافة بلادهم رغم اهتمامها بما يحدث في طرابلس تبدو مرتبكة غير جادة في تحديد وجهتها نظرا إلى تسارع الأحداث في العاصمة. لا أرى بوصلة واضحة في الإعلام التونسي إزاء المشهد الليبي، يعني على عكس تماما وجهة نظر الحكومة التونسية في الشأن الليبي وتعاملها الدقيق والقريب أيضا حتى مع الأطراف المسؤولة هناك وعلى الطرفين من هنا وهناك. وتلاحظ أن الحكومة عندها رؤية ربما وتصور للشأن الليبي خلاف التعاطي الصحفي الذي لا يبدو له منهجية حتى في التعامل مع هذا الموضوع. ومع تصاعد وتيرة النيران في العاصمة الليبية حذرت هياكل نقابية من خطر استهداف الإعلاميين الليبيين مقدمين جملة من النصائح التي يجب توخيها أثناء تغطية مناطق النزاع. تقييم المخاطر أهم شيء، تاريخ يعني الصراع الدائر خصوصياته، الابتعاد قدر الامكان عن اماكن القصف او عن التهديدات الباليستية، الأسلحة التي لا تميز بين صحفي ومن بين غير صحفي، ايضا على المؤسسات الإعلامية تحمل مسؤولياتها في على الاقل في توفير سبل الحماية للصحافي من خوذة من بدلات واقية للرصاص على الاقل لتخفيف الضغط عليهم. التعامل الإعلامي التونسي مع الشأن الليبي ومقاربته للأزمة لم تتغير منذ ثورة فبراير رغم توتر الأحداث ومجرياتها في ظل مطالبة كثير من الصحفيين والإعلاميين بالالتزام بالمهنية والحيادية دون التحيز لطرف على حساب الآخر.